قطاع الصناعة أحد أهم القطاعات اللي تم تطويرها ودعمها في السنوات اللي فاتت، والدولة اشتغلت على استراتيجية طموحة لتوطين التكنولوجيا في العديد من الصناعات وكمان تقديم حزم تحفيزية لتشجيع قطاع الصناعة. بكل تأكيد عايزين نعرف تفاصيل عن هذا الموضوع، هذا القطاع المهم اللي حدث فيه طفرة خلال الفترة اللي فاتت، من الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب. يا دكتور أيمن صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك وعلى سادة المستمعين والمشاهدين. يا اهلا بيك. احنا طبعا متميزين في العديد من الصناعات، لكن هذا القطاع شأنه شأن قطاعات عديده حصل ليها اهمال لفتره من الفترات. ازاي قدرت الدوله تتجاوز هذا الاهمال وتحقق طفره في مجال الصناعه؟ الحقيقه طبعا مجهودات الدوله واضحه في هذا الاطار في مناحي متعدده، اولها على سبيل الحصر مثلا بنتكلم على بنيه تحتيه لم تكن موجوده من قبل، بنتكلم على وجود خريطه صناعيه اتحطت لمصر، ما كانش في حاجه اسمها خريطه صناعيه في مصر، وكان الصناعه دي مهمله بالشكل اللي كل حد عايز يعمل اي مشروع يعمله خلاص. النهارده في خريطه صناعيه بنقول فيها دي المشروعات دي محتاجينها ودعمها هيكون كبير جدا، هذه القطاعات مصر لازم تنمو فيها، هذه الاليه من التخطيط لم تكن موجوده اساسا من قبل. فده الفتره الاخيره اتعمل في الدوله الحقيقه، دي حاجه مهمه. الحاجه الثانيه المناطق الصناعيه، وكانت بتعب كده منطقه صناعيه في الصحراء ما نوصلهاش لا طريق ولا ترفيق ولا كهرباء ولا ميه، النهارده لا، مفيش منطقه صناعيه موجوده ولا مطروحه انها يبني عليها مصانع الا ووصل لها الكهرباء، وصل لها الميه، وصل لها المرافق العامه كلها. الطرق وشبكه الطرق الكبيره اللي اتعملت والارقام الكبيره اللي اتصرفت عشان الاماكن المصانع دي تنقل بضايعها وتعرف توصل للاسواق ما كانش موجود قبل كده، اتعملت السنه دي. المواني اللي اتعملت في مصر عندنا 13 مينا اتعملوا السنه دي فقط، 13 مينا لسيادتك عشان نكون عارفين برضو في دول ما عندهاش مينا لحد دلوقتي ولا عندها من مينا ولا اثنين في حياتها كلها. احنا عملنا 13 مينا جديده خلال العام الموازني 23-24 و22-23، ده دي ارقام الحقيقه اتصرفت عظيمه جدا عشان خاطر يبقى عندنا انفتاح على العالم، وان المصدر المصري او المنتج المصري يقدر يخرج بضاعته غير الاول خالص. كان عندنا مشكله كبيره منظومه الصادرات اللي كان فيها ازمه كبيره جدا، ما كانش فيه الدعم اللي يوصل لمستحقيه على مدار العقود الماضيه كلها. النهارده حد اقصى 4 شهور بيكون المصدر حافل التصدير بتاعه وخده. اجراءات التصدير اللي كانت بتقعد بالايام والشهور عشان تصدر المنتج بتاعك، كان فيه منتجات زراعيه بالتحديد كانت بتبوظ قبل ما توصل قبل ما تخرج من مصر اساسا. النهارده في خلال ساعات 7-8 ساعات ولا حاجه بيكون اي شحنه بضاعه خرجت بره مصر، وده برضو عشان المنظومه المتطوره جدا اللي اتعملت. الدعم اللي اتعمل للصناعه بالتحديد المرتبط بفكره الاعفاء اللي اداه الرئيس ل5 سنين اعفاء، دي حاجه مشجعه جدا ومحفزه جدا، وهي دي الحاجه اللي احنا بنعول عليها، وال5 سنين دول هيمتدوا ل10 سنين اذا كان هذا الاعفاء مرتبط بسلع استراتيجيه او صناعات محدده بتنشطها الدولة. فكرة ربط الدعم بقى بالخريطة الصناعية ده ما كانش موجود من قبل. ما تم من مبادرة رئاسية ابدأ مبادرة توطين الصناعة المصرية، هذه المبادرة اللي نقلت شكل الشباب بقى وحركت القوى العاملة في الكفور والنجوع، ونزلت المبادرة الرئاسية المحترمة إلى كل ربوع مصر المحروسة وخدت شباب الخريجين وشغلتهم وطورت لهم ادائهم وبصت لهم في دراسات جدوى صغيره بتاعتهم وطورتها وادت لهم تمويل وابتدت تشتري منهم منتجاتهم. لا حاجه عظيمه هذه المبادره، واحنا طلبنا اكثر من مره ان المبادره دي تتوسع بدل ما هي شغاله بس على المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر تبقى المتوسطه والكبيره كمان. هذه الاليه للاستثمار لابد ان تعمم وتبقى على مستوى المشروعات الكبيره ايضا، يعني دي طريقه محترمه للتعامل مع المصنع او مع المستثمر عموما. فالحقيقه لا، العديد من المبادرات تمت، يعني الحقيقه الدوله المصريه انتقلت نقله كبيره، لان في قياده سياسيه حقيقه معنيه بالامر واعيه بتشعر من كلام القائد فتحي السيسي الحقيقه دقه شديده جدا في اختيار الالفاظ والارقام، ده معناه ان سيادته متابع بشكل دقيق جدا جدا ما يحدث على ارض مصر من اسكندريه لاسوان ومن شرقها لغربها بالفعل. يعني دي حقيقه مؤكده لابد ان كل مواطن مصري يكون يعلمها، احنا عشان عندنا فرصه بالخطه الموازنه وبنشوف الارقام الحقيقيه والموازنات الحقيقيه وحجم التصدير الحقيقي زاد ولا ما زادش. طبعا عندنا كثافه سكانيه كبيره جدا بتخلص على كثير من انتاجنا بصراحه عشان نبقى واضحين برضه، ولكن الانتاج زاد، الانتاج زاد بس احنا زياده اكبر سكانيا انا عارف،
انما احنا طب ازاي حصل دعم للانتاج ده علشان الانتاج ده يزيد والتصنيع يقدر ياخد ثقه، المواطن المصري يقدر يبقى واثق في المنتج المصري ويتاكد ان في كواليتي جايه له او جوده جيده جايه له، ازاي ده حصل مع قطاع التصنيع كله؟ احنا محتاجين حاجتين بصراحه شديده جدا. رقم واحد ما تقوم به الدوله رائع ومفيش مشكله فيه، ما عندناش اشكاليه ومحتاجين المزيد. رقم اثنين هي ثقافه المواطن المصري ونظرته للمنتج المصري. دي الحقيقه مهمه جدا، يعني الحكومه بدورها النهارده خلاص طلعت قرار بتقول فيه ان الاولويه للمنتج المصري في شارع الحكومه نفسها. ده طبعا شجع كتير جدا من الصناعات المصريه. اما المواطن المصري لابد له ايضا ان يشعر. طب معلش يا دكتور هقطع حضرتك وحضرتك بتتكلم، حضرتك بتقول ده شجع المنتج المصري، شجعه ازاي؟ لما بقى الاقي زي ما بنقول كده باللغه الدارجه سحب على الانتاج، ده خلاه يعدل ويجود ويتاكد من الجوده اللي بيقدم فيها، يطور من المنتج بحيث ان هو ما هو فلوسه مش متشاله او محبوسه في مجموعه من المنتجات وما بتتباعش. ببساطه شديده جدا، انا النهارده مصنع مصري صغير. كويس، انا النهارده بانتج مثلا ولو يكون مثلا كراريس ورق او كشاكيل ورق بتاعت المدارس بتاعت الاطفال. تمام كده؟ ده موجود، هذه المصانع موجوده في مصر بالفعل. طبعا انا النهارده لو الحكومه بتاخد مني كميات من دي كبيره، انا كمصنع اشتري بدل المكنه اثنين وثلاثه، هدور ادائي واداء العامل اللي عنده، اجيب تكنولوجيا احدث وهكذا. طبعا صح كده؟ طب الحكومه عملت دورها في ده الحقيقه، وابتدت تحط اولويه للمنتج المصري، وبقت كل الدولة الحكومية وانا في عضو في الخطة والموازنة بتكلم حضرتك من مكان يعني يعلم ما يدور. تمام كده؟ بنشتري كافة المنتجات المصرية دي الأولوية القصوى عندنا، بعد كده بندور على المستورد إذا ما كانش عندنا بديل لمصر، كويس؟ لو شعب مصر كله بينتهج هذه النهج، طبعًا أنا كراجل مصنع مثلًا هيجي لي دخل أكبر بكتير، هطور من أدائي، هطور من مصنعي، هكبر خط إنتاجي، مصنعي الصغير بينتج مثلا 100 كرتونه ولا 100,000 كرتونه هيبقى 200,000 كرتونه و300,000 كرتونه واصدر. طب اذا التعويل على المنتج المصري نفسه احنا كشعب لابد ننظر ليه، حتى لو كان هو اقل جوده شويه، تاكد انه هتطور من النجاح بتاع البيع، لان يعني كل ما بيع اكتر كل ما هكسب اكتر كل ما هطور منتجي، مش كده برضه؟ طبعا اكيد. دي الحقيقه محتاجه بس يعني ايه من المواطن المصري، يعني كلمه صنع في مصر لازم تبقى برضه عزيزه عليه هو كمان. طيب دكتور أيمن، وفقا للخريطة الصناعية زي ما حضرتك ذكرت، أي قطاع من قطاعات الصناعة احنا محتاجين نكثف العمل عليه خلال الفترة اللي جاية، نشجع المستثمرين أكتر عشان يدخلوه؟ الحقيقة احنا بنتكلم في تصنيع، ودي يعني فاتحينها للقطاع الخاص فقط، الحكومة مش هتستثمر فيها على الإطلاق عشان نشجع القطاع الخاص فيها، هي صناعة التكنولوجيا. صناعة التكنولوجيا سابتك هي تكاليفها أساسا بسيطة جدا ولكنها ثمن شرائها غالي جدا. فالكليات اللي فتحتها الدولة، معلش احنا فتحنا حوالي النهارده 8 جامعات مرتبطه بالتكنولوجيا والحاسب الالي وتطوير هذه الصناعات، عشان نطلع مبرمجين وعشان نطلع هندسه برمجيات وعشان نطلع حاسب تكنولوجيا وهكذا. كويس كده؟ هذه الكليات اهو بنيه تحتيه برضو موجوده، وشباب هيطلع فاهم في هذا الكلام خلال سنه ولا اثنين بالاكثر. تمام كده؟ مصريين، وعندنا الحقيقه برضو مركز الحاضنات بتاع وزاره الاتصالات المرتبط بالستارت اب المرتبطه بالبرامج او البرمجيات عموما، الحقيقه عنده العديد من الملفات وبيرعى الشباب، بيدي دورات وبيدي دعم للمنشآت الصغيره برضه في هذا الاطار. فصناعه الالكترونيات هي المستقبل، مفيش شك في ده. مثلا بالنسبه للسيارات مثلا، احنا عملنا مؤسسه كامله عشان ترعى فكره التصنيع بتاع العربيات، ولا سيما العربيات دي اللي هي بالطاقه النظيفه، عشان متوائمين مع العالم كله. صحيح. السيارات الكهربائيه، طب لسه العالم كله بينتج، العالم كله بيبتدي، في ثلاث اربع دول في العالم بس هم اللي بيقودوا هذه الصناعه، احنا من اول يوم اهو نبتدي نخش احنا كمان في السيارات الكهربائيه وتحويل هذه السيارات لكهرباء، ده برضه مشروع احنا داخلين فيه بشكل قوي الفتره اللي جايه. فالتكنولوجيا سيادتك هي المستقبل، وهي اللي بننفق عليها ارقام ضخمه جدا، والخامات اللي بتستخدم في التكنولوجيا بتبقى قليله جدا وباسعار قليله، وبالتالي المكسب كبير جدا في النو هاو. تمام كده؟ فاحنا محتاجين الفتره الجايه القطاع الخاص يقوم بدوره بقى، وهو عنده اعفاءات، وهو عنده اماكن مرفقه ومصانع مهيئه، وعنده موانئ كبيره جدا، سواء كان هيجيب ولا هيودي بتاعته بره، كويس انه يشتغل. طيب لما نيجي نقول ان احنا شايفين معدلات النمو ما شاء الله عماله ترتفع، الصناعه دعمت ده ازاي؟ لا، الصناعة فاتك هي الدعم السريع جدا 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 للنمو. الصناعة بتعمل حاجتين مهمين جدا، رقم واحد بتوفر على مصر مليارات الدولارات
بشكل واضح كده اللي بنطلقها عشان نجيب منتجات من بره، حتى لو كانت منتجات بسيطه او صغيره او حرفيه صغيره. يعني بنتكلم في كراريس واقلام، وبنتكلم في كلام بلاستيكيه، منتجات بلاستيكيه بسيطه جدا نقدر نعملها في مصر ببساطه شديده جدا. فالصناعه هتوفر ده كله، كمان هتشغل عماله عندي وهتخفض جامد جدا معدل البطاله الموجود. وبالتالي احنا بنتكلم على ان الصناعه اسرع طريق للنمو. فالصناعه طبعا هي اللي هتقود النمو بشكل اسرع بكتير جدا. الزراعه ما فيش شك انها بتساهم في ذلك، ولكن على مرحله موسميه، يعني وقتها اطول. عظيم. حضرتك قلت ان الصناعات التكنولوجيه هي بس في النو هاو، في المعرفه. احنا عندنا الكوادر، بدأنا نعد هذه الكوادر عشان يدخلوا هذه الصناعة، يتم توطين صناعة التكنولوجيا في مصر، وده شيء غاية في الأهمية أسوة بدول كتيرة جدا في العالم اللي بيتجه نحو التحول التكنولوجي في كل الأمور. واتكلمت كمان عن دعم المستثمرين، أنا عايز أتكلم عن دعم صغار المستثمرين، الشباب الصغير مثلا اللي عايز يأسس شركة، يفتح مصنع. إيه أوجه الدعم اللي وجهتها الدولة وقدمتها الدولة لهذا الشباب؟ المبادرة أنا في ده بشكل مباشر هرجع تاني أقول لسيادتك، المبادرة الوطنية، المبادرة الرئاسية لتوطين الصناعة المصرية هي المبادرة الوحيدة الواضحة في هذا الإطار. الحقيقة أردت ليها الشباب الخريجين زي ما قلت لسيادتك بكافة النبوة والقفور، عملت لهم ورش صغيرة، عملت لهم مصانع صغيرة، عملت لهم ذللت كل البيروقراطية الغريبة جدا اللي كانت موجودة في الكيان الحكومي، وسلمت الشباب الأماكن الخاصة والتصنيع بتاعتهم، وهم بالفعل بدأوا الإنتاج. ولما احتاج منهم حد تمويل بقى ياخد تمويل بارقام بعيده جدا قد توصل لصفر احيانا في بعض المشروعات كتمويل. بعد كده ابتدت المبادره تشتري هذه المنتجات وتوزعها. احنا بنتكلم على نموذج مصري خالص ناجح جدا جدا جدا، لان الصناعات الصغيره والمتوسطه تطلع لفوق. المطلوب بس ان هذه المبادره يتعامل معها المستثمر الاكبر كمان. يعني احنا نجحنا ان احنا نحتوي كافه الشباب الموجود، نديله امل، نساعده، بدا حياته الحمد لله، ما بقاش يفكر في الوظيفه الحكوميه او غيرها، وابتدى يبقى منتج في بلده، ويبقى في نوع من التفاؤل بهذه المبادره حقيقه، يعني بشكل واضح. وانا شفت بنفسي ده في اكثر من محافظه، يعني انا بتكلم سيادتك من الواقع. احنا بنطلب بقى من وزاره هيئه الاستثمار ووزاره الصناعه يحذوا هذا الحذو ويتطور اكبر من كده شويه. يعني عايز المستثمر الاجنبي لما يجي بقى ما يلاقيش البيروقراطيه دي برضه. صحيح. فبتبقى سيادتك يلاقي سهوله جدا في انه يستلم مصنعه، يلاقي بسيطه جدا في التعامل مع منتجه حتى لو كان هو مش مصري. انا بشجع في الاخر صناعه مصريه لانها على ارض مصر، هتشغل شباب مصر. وهتشغل طبعا شباب مصر، ما هو بيشتغل فيها مصريين، ولازم برضه الثقافه المرتبطه بالاستثمار الاجنبي توصل للشعب على اعتبار حاجه مهمه جدا. اللي بيجي يبني في مصر مصنع سيادتك ده بديه في مصر مش حاجه ثانيه، يعني يكسب زي ما يكسب، اهلا وسهلا، ما احنا عايزينه يكسب، هو جاي عشان يكسب. صحيح. يكسب راحته. بس انا كمان كسبت حاجات كتير قوي، كسبت تكنولوجيا اتعلمتها، كسبت شباب اتدرب، كسبت وقت ايدي عامله، كسبت منتج موجود رخيص جوه بلدي ما بستوردوش بالدولار يعني او بعمله اخرى. فالعديد من المكاسب من الاستثمار الاجنبي احنا محتاجينه الحقيقه يعني. طيب دكتور ايمن، لما نيجي نقول ان واحد من مشكلات او من اكبر اسباب مشكله ميزان المدفوعات والعجز في ميزان المدفوعات هي الفاتوره الاستيراديه الكبيره، ازاي قطاع الصناعه قدر يساهم في حل جزء من فاتورتنا الاستيراديه الكبيره؟ طيب طبعا ميزان المدفوعات والاشكاليه بتاعته مرتبطه زي ما حضرتك قلتي بالتحديد بالظبط كده. احنا بنتكلم على فاتوره استيراديه ضخمه جدا، او فجوه ما بين الاستيراد والتصدير. بنستورد اكبر بشكل واضح يعني ما بنستورد، وبالتالي عندنا اشكاليه توفير العمله الصعبه. انا لما همتج في بلدي هنا، او اللي بيحصل دلوقتي على ارض مصر الحمد لله، ان احنا مصانعنا الكثيره اللي فتحت الصغيره دي بتنتج هنا وبتبيع هنا، انا خلاص كل منتجاتهم البديله ما بجيبهاش من بره. وبالتالي الصناعه طبعا فرقت كتير جدا في تقليل الفجوه دي. حتى الحمد لله احنا شايفين ان سعر الدولار ابتدى يستقر اكثر، والطلب عليه ما بقاش زي زمان. الازمات اللي كانت موجوده حتى للاستيراد الحاجات الاساسيه بقت سهله، ما بقاش عندنا الازمات الضخمه اللي كنا عايشينها السنه اللي فاتت مثلا. عظيم. دكتور ايمن محسب، عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لحضرتك.